راديو الأهرام يقدم لقمة على مقاسنا مع شروق عياد. وسهلا بكم أعزائي مستمعي راديو الأهرام في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم لقمة على ما أقسم. كتير جالي النهاردة على الصفحات، إن على صفحة البرنامج، إن أنتم محتاجين وصفة البريك التركي، وكل الناس محتاجين برضو وصفة تورتاية خفيفة لطيفة لذيذة نقدر نعملها في البيت، تكون على قدنا ونقدر إحنا نعملها بغض النظر إنها مش تبقى مكلفة قوي، كمان يبقى سهلة جدا تحضيرها. فأنا اخترت لكم النهاردة وصفة البريك التركي، ودي وصفة من أحلى ما يكون، وهنقدر نعملها بمكونات كلها عندنا في البيت، وهنعمل كيكة المانجا أو تورتاية المانجا، ودي كمان وصفة سهلة جدا، هنعملها بطريقة سهلة ولطيفة وسهل جدا نحضرها مع بعض في البيت. يلا بينا نبدأ حلقتنا ونبدأ بأول وصفة معنا، وصفة البريك التركي. البريك التركي ده من أحلى الوصفات وأخفها وأشهيها على الإطلاق. ممكن تعمليه عشاء في الشتاء يبقى حاجة دافية، ممكن نعمله فطار الصبح في يوم أجازة، ممكن نعمله غدا مع سلطة وأي حاجة تانية جنبه. الحقيقة هو وصفة حلوة جدا، ممكن تتحكمي فيها تبقى وصفة جانبية أو تبقى وصفة رئيسية. هنعمله بس وهو يختلف تماما عن الجلاش، بس احنا هنعمله بعجينة الجلاش وهنمشي على نفس الطريقة اللي انا هقولكم عليها علشان يطلع بنفس الحلاوة بتاعته دي. احنا هنحتاج لفة جلاش تكون كبيرة شوية، وهنحتاج جبنة بيضة نكون مهروسة، ممكن نستعمل جبنة فيتا عادي ونحط عليها بقدونس. البريك التركي بيبقى حلو جدا بالجبنة بالبقدونس، لكن تقدري انت تحطي عليه اي اضافة لو حبيتي، زيتون اي حاجة تانية. فاحنا في بول هنبقى هرسين الجبنة كويس قوي، كمية من الجبنة وعليها بقدونس مقطع، ومعانا لفة الجلاش، وفي بولة تانية هنحط اللي انا هقوله لكم ده. هنحط 3 معالق زبدة سايحين، هنحط نص كوباية زيت، هنحط كوباية لبن، نص كوباية زبادي، 3 بيضات، رشة ملح، رشة فلفل، معلقة بيكنج باودر، وهنخلط المكونات دي كويس جدا جدا، وهي دي التشريبة اللي هنعتمدها في وصفة البوريك. هنبدأ نجيب الصينية بتاعتنا، صينية تكون على قد ورقة الجلاش حاجة أو نقدر نتنيها من الجنب حاجة بسيطة. هندهن الصينية بسمنة أو بزيت زي ما تحبي، وهنبدأ ننزل بأول ورقة من ورقات الجلاش. البريك بيعتمد على التشريبة اللي احنا عملناها، ان احنا لازم نحط كبشة من التشريبة دي في كل ورقة جلاش هنحطها. هنحط أول ورقة وهننزل بكبشة من التشريبة لحد لما الورقة كلها تتغطى من التشريبة دي اللي هي اللي عملناها في البول. هننزل بالورقة التانية ونفس الحكاية، هنحط كبشة من التشريبة، وهننزل بالورقة التالتة وهنحط كبشة من التشريبة. البوريك التركي بيتحشي على مرتين، فأنا هقسم اللفة 3 ورقات وحشو وثلاث ورقات وحشو وثلاث ورقات وأقفل. لو أنت اللفة بتاعتك أكبر ممكن تعملي 4 ورقات، فأنا هحط الورقة التالتة وبرضو هنزل بالتشريبة وهنزل بنص الحشو، وافرد الحشو كويس قوي عليه الجبنة والبقدونس، وأقوم حط ورقة بوريك ولازم برضو أنزل بالتشريبة. اعتماد حلاوة البوريك ونجاحه على التشريب ما ننساش مع كل ورقة والتانية، لحد لما نحط التلات ورقات التانيين وننزل ببقية الحشو بتاع الجبنة ونحط باقي الورق بتاع الجلاش، لحد لما نخلص الكمية كلها وآخر حبة من التشريبة بيفضلوا في البول بنقوم حاطينهم على وش الصينية، وبنبدأ نقطع الصينية قطع مربعات تكون يعني حجمها مش صغير، تكون كبيرة شوية، وبعد ما بنقطعها بنرش فوق الوش سمسم. برضو تاني عامل لنجاح البوريك ان هو يقعد على الاقل في التشريبة دي ساعتين او اكتر، ويا سلام بقى لو بيتناه يوم، نغطي الصينية بالاسترتش ونسيبه ساعتين برة، او نسيبه في التلاجة طول الليل ونصحى الصبح نسويه. بنسويه على درجة حرارة 180 في الرف اللي في الوسط لحد لما الظهر بتاعه يحمر او الوش يبدأ ياخد لون ونفتح له الشواية، وبيبقى عندنا أحلى وصفة بريك تركي. والبريك التركي يختلف تماما عن الجلاش، لأن التشريبة دي بتديله شكل ومعنى مختلف تماما. ألف هنا، ويلا نبدأ مع بعض الصنف التاني بتاعنا. تورتة المانجا.
التورتة دي بنشوفها كتير برا وبيكون سعرها مرتفع جدا وما بتبقاش حلوة زي لما بنعملها في البيت، لان احنا في البيت بنبقى خدمينها بمكونات احنا واثقين فيها ومكونات احنا حابينها، فبيبقى طعمها احلى كتير قوي. انا هوريها لكم بطريقة سهلة جدا جدا، مش عايزة احترافية خالص. هنعمل اي كيكة فانيليا انت عندك معتمداها، اي نوع كيك انت معتمدة طريقته يكون كيك فانيليا، وليكن مثلا هنضرب 5 بيضات بواحد ونص سكر بواحد زيت وطبعا رشة الفانيليا، وهنضربهم كويس قوي قوي وعليهم كوباية لبن، وبنبقى محضرين في بول حوالي 3 كوبايات دقيق عليهم باكو بيكنج باودر ورشة ملح، وبننزل بالخليط السائل وبنقلب وبنحطها في صينية مدهونة ومتبطنة كويس قوي بالدقيق، وبنخبز الكيكة دي، بتبقى كيكة فانيليا عادية خالص خالص. الكيكة دي لازم لو هنعملها تورتاية لازم تبقى باردة كويس قوي، فلازم تبقى مخبوزة قبلها بوقت كافي، اما مخبوزة من الصبح وانت تشتغلي بالليل، او قبلها بليلة بيوم بالليل انت خبزاها وسايباها تتهوى وتبرد كويس قوي وبنعملها الصبح. بالنسبة للكريم شانتي، احنا هنحتاج كريم شانتي باودر خام من اللي بيتباع من عند بتوع مستلزمات الحلويات، هنحتاج 2 كبار كريم شانتي، 2 بودرة هما بيتدوبوا في 2 لبن سائع. انا بحط على الكريم شانتي علبة قشطة صغيرة من اللي جاهزة دي، ونص علبة لبن مكثف، او ممكن تستغني عن القشطة وتحطي علبة لبن مكثف كاملة، بيدي الكريمة طعم فيه غناوة الحقيقة وبيبقى طعمها حلو جدا، وهو ده بيبقى السكر بتاعنا، بالنسبة لنا مفيش سكر تاني، فيبقى كده حضرنا الكريمة. بالنسبة للمانجا بنجيب ثمرات المانجا تكون طبعا مش طرية قوي، وهنقطعها مكعبات، وهنحتاج 2 أو 3 مانجا يكونوا طراي شوية، هنعملهم عصير، بس عصير من نوع خاص، احنا هنقطعهم ونحطهم في الخلاط بنص كوباية مية وبمعلقة عسل نحل واحدة، او يمكن اقل من نص كوباية مية، ربع كوباية مية، انا عايزة العصير بتاع المانجا يبقى بيور. وكده يبقى حضرنا السائل اللي هنسقي بيه الكيكة، وحضرنا الكريمة، وحضرنا الحشو اللي هو المانجا القطع. بنجيب الكيكة بتاعتنا وبنقصها 2 من النص. طبعا يستحسن لو انت هتشتغلي في صينية من صواني اللي هي التشيز كيك اللي بتتفتح من الجنب، لو ما عندكيش مفيش اي مشكلة خالص، هتعملي الكيكة في صينية عادية او هتعمليها برا وتبقي انت هتعرفي تظبطيها لما تحطي النص التاني عليها. انا حطيتها الحقيقة في صينية من القوالب بتاعت التشيز كيك المفتوحة، حطيت الجزء الاولاني وسقيته بنص عصير المانجا اللي عندي، بتشربي الكيكة كويس قوي بالعصير التقيل اللي احنا عملناه. وبعد لما الكيكة بتشرب العصير دي بنحط نص كمية الكريمة، تمام؟ بنحط الكريمة بتاعتنا وبنبدأ نحط مانجا من القطع اللي احنا مقطعينها. خلاص كده خلصنا اللاين الاولاني، هنبدأ نحط الطبقة التانية من الكيك فوقها، وبنفس العصير اللي فاضل بنسقي بقية طبقة الكيكة اللي معانا كويس قوي قوي قوي. خلاص احنا خلصنا سقي الكيكة، اتسقت والعصير شربها كويس قوي، بنحط بقية الكريمة فوق وش الكيكة. لو انتي مش حطاها في صينية التشيز كيك يبقى هتغطي الكريمة من الفوق ومن الجناب كمان علشان يبقى شكلها حلو، لو انتي حطاها في الصينية بتاعت التشيز كيك انتي هتحطي الكريمة كلها فوق الوش، وهنحط بقية قطع المانجا من فوق الوش اللي احنا مقطعينها مكعبات نغطي وشها تماما. احنا الكيكة دي على اول تورتاية دي علشان ناكلها محتاجين انها تقعد في التلاجة على الأقل 4 ساعات، تكون شربت من العصير وشربت من الكريمة، وفعلا بيبقى طعمها من أروع ما يكون. بنيجي بقى وقت التقديم، احنا بنفك الصينية بتاعت التشيز كيك لو انت عاملاها في صينية من اللي بتتفتح، لو انت مش عاملاها في صينية من اللي بتتفتح برضو تقدري تعمليها باللي انا هقول عليه ده. ممكن نسيب الجناب بتاعتها فاضية خالص، نجرش شريط بسكوت او مكسرات ونحط كريمة على الجناب ونغطي الجناب بيهم، أو نجيب ثمرة مانجا تكون جامدة شوية ونقطعها سلايتس رفيع بالطول، نبدأ نقطع المانجاية بالطول، والسلايتس دي هنحطها من حافة من جنب الكيكة ونطلع بيها على فوق، نبدأ نقطع شرايح عرضية طولية نحطها من حافة الكيكة من تحت ونطلع بيها على فوق، وكده يبقى احنا غطينا الجناب كلها بالمانجا، وفوق الوش احنا حاطين المانجا المكعبات بتاعتنا اللي كنا مقطعينها، وكده يبقى عندك أحلى تورتاية مانجا انت اللي عاملاها، عاملاها بحب وعاملاها في البيت وضمناها، وهتطلع احلى لانها من ايديكي. اتمنى ان وصفات النهاردة كلها تكون عجبتكم. كنت معاكم شروق عياد، ولقمة على مقوسهم. لقمة على مقوسهم مع شروق عياد.